هذه وصفة خفيفة ظريفة تنفع حق العشاء أو طبق مقبلات. طماط الجبلي قطعته شوفوا كذي سماكة 1 سنتي، جبت فص واحد ثوم، فص واحد ولا ما كملت بعد، قمت أخذ كذي وأمسح بس ريحة، عرفتها ريحة ثوم، وأخذ شوية زيت زيتون على شيء يكون فاخر بعد، وأحط عليه كذي. هي سهلة بس شوفوا المكونات. لين شوية دهنته، شوفوا فص واحد ثوم، خذيت شوية منه، دهنت الطماط عليه زيت زيتون نوع زين. الحين حط إذا عندكم ملح الهملايا وايد زين، هذا ناس عندهم ذوق أعطوني هالوصفة. أوكي زين، عندنا شنو بعد؟ هذه جبنة اسمها مونشيغو، تلاقونها في ركن الذواقة في جمعة الشامية، راح نبشر عليها ونحط هذا الزيتون، ماخذته من إيطالي، زيتون من غير بذر. الحين شوفوا كذي قطعتها هالشكل، راح أصفها على الطماط وزينة بالزيتون الأسود اللي من غير بذر، قطعة سوردو وجربوها، والله يعافي اللي علمني إياها. مونشيغو ها، تحسون ناس يعني عندها الأكل فن ومزاج. عشان يكمل الثيم الإيطالي حق العشاء، بوراتا زيت زيتون فاخر وبلسمك، بس سوردو أحلى من كذي عشا ما فيه.